الحمد لله. انت حلوة. عامل ايه؟ انا حلوة. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتقولي بعمل ايه؟ انت بتقولي عامل ايه؟ انت كويس؟ عامل استشوار ب30 جنيه. لا كتير قوي بصراحة. لا بصراحة ب30 وبدفع 10 تبس. ده ملزق. ده كريم. ده ريحة شعري تحفة. ماشي. ماشي. السؤال الأول، حبيبك يخونك ولا يموت؟ يموت. يعني بالنسبة لك الخيانة مش هتسامحيه بالخيانة؟ لا. لا ليه؟ كده بقى كتير ما فاتك الضحك بتاعي، بقالنا شهور ما بنسجلش. أيوة. انت عارف ان انا بس بوحشك. لا انت ليه بتتعاني خواطر كده دايما؟ ماشي. السؤال الثاني انت عايز تفتي فيه عشان بيطلع ترى للزهر، الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كريسوري؟ ايه الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كريسوري؟ الكتكوت مش بيولد عشان هو بيبي، الكتكوت بيبقى لسه مولود اصلا هيولد ايه؟ وقفتي ليه؟ اللي هو بيتبقى كيساري وبيفتحوا له بطن، الحاجات دي حلوه لما ليه؟ لا بس بتضحك ربنا والله بيجيب ملايين عندي. اسمعي كل ده بتسجل؟ لا ما ده بقى بص بالمونتاج. ماشي. الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كيساري؟ مش بعرف احور يا دراع. يا ست حوري اسمعي مني. اسمعي مني. لا لا اسال. طب سؤال تاني. الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كيساري؟ سؤال تاني. الكتكوت بيبيض. بيبيض؟ كم بيضة؟ بتو قد كده وبيبيض خمسة. خمس بيضة؟ عرفت منين؟ عديته. عديته؟ لا ربنا كده بيبيض. ربنا كده عندها. ماشي. السؤال اللي ده بقى افور فيه عشان انت كل ما بترديش ترد عليا. مصروفك كام في الشهر بصراحة؟ هقول لك. قولي. كل اللي أنا بشتغل بيه بصرفه. كام هما في الشهر مثلا؟ ماكسيموم كام؟ معرفش والله. طب بس هعدل لك السؤال، اخر مره خرجت فيها صرفت كام؟ سفر برا مصر ولا جوه مصر؟ لاي حته. برا مصر يعني حوالي 10,000 دولار ولا حاجه. بجد برا مصر؟ ده كم مره؟ كم مره ايه؟ كم خروج يعني؟ لا كنت بخرج كل يوم. بخرج كل يوم؟ حتى مدة قد ايه؟ مش فاكره والله، 3 اسابيع ولا حاجه. ماشي. السؤال ده جميل ركزي بيه عشان ده سؤال كان في الدراسات في سته ابتدائي. عارفه مين اللي حرر مصر؟ ماليش في الحاجات دي ابدا. ركزي. طيب عارفه مين اللي حرر مصر؟ ماليش في الاسئله دي. قولي. عارفه مين اللي حرر مصر؟ قولي لي مين. عادي مين؟ ما تعالي ما انا كان هرد عليك انا عادي. لو مش عارفه اجابه قولي لي. انا اقول لك الاجابه. عارفه مين اللي حرر مصر؟ انا. انت حررتها؟ بجد نتكلم بجد. عارفه مين اللي حرر مصر؟ انا. انت حررتها ازاي؟ حررت المروحه؟ بيو بيو مش انا صاروخ كانوا بيستخدموني. صاروخ؟ دي أول مرة أشوف حد يقول على نفسه صاروخ. هي فعلا صاروخ. عارفة مين اللي حرر مصر؟ تانيين. أنت عايز مين؟ مين؟ دي طفى المروحة. نعم؟ حرر مصر. امشي. لو تعرض عليكي 5,000,000 جنيه مقابل إنك تباتي 10 أيام في السجن توافقي؟ كم؟ 5,000,000 جنيه مقابل إنك تباتي 10 أيام في السجن توافقي؟ على جنيه؟ لا لو دولار ممكن أوافق بس على حسب السجن. ايه هتختار السجن ولا ايه؟ سجن خمس نجوم؟ يعني دخلوني سجن ما فيهوش ناس انا ما اعرفش اعيش معاهم. سجن خمس نجوم؟ اه. الشارع اللي وراه. بعد الشارع. لو انت فرطه ومشكله مين اول واحد هتكلميه؟ صحابي. مين هم بقى؟ لا مش هقول اسامي بقى نوي يعني. احسن. الفراشه اسم جوزها ايه؟ فراش. فراش. اه والله العظيم. اين تقع دوله فقوس؟ ايه؟ في دولة اسمها فقوس. أو العربيش؟ لا. ولا أنا. بجد والله أنا تقع دولة فقوس. ما عرفش. مفيش حاجة اسمها فقوس. طب يا برنس. الترند بتاعي بقى. أكتر 5 أسامي رجالة خاينة. أحمد. 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 مفيش تاني أحمد. خمسة أحمد. خمسة أحمد. أحمد خامسة. خمسة أحمد. عمرك حبيت واحدة أصغر منك في السن؟ لا خالص. أكبر مني. تقبلي تتجوز واحدة أصغر منك في السن لو حبيتي؟ لا. لو حبيتي؟ مش هحب. يعني السن مشكلة عندك؟ أصغر مني لا 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 صعب. طب تتجوزي واحد أقرع أو بكرش؟ ليه كده؟ ليه؟ أسألك عادي. لا. يعني مفيش حد يلفت نظرك أقرع أو بكرش يعني؟ كرش. طب ليك يعني ممكن نمشيها اقرع عادي بس ما نمشيهاش بكرش. يعني عارف انت بقى في شباب
يعني اقرع بس امور كده بسبوسه بسبوسه بختك يا قرع يا بخت الاقرع يعني لكن لا لا بكرش لا احرم عليك والله يا بخت الاقرع والله يا بخت الاقرع اشتريت تربه قبل كده لا دفن في حرم عليك في ايه ايوه جاهزيه عشان تموتي موت انت الاول انت اكبر مني الله اعلم انت اكبر مني انت موت انت الاول مع ان انت وشك اكبر مني عشان انت شكلك بيبي فيس دي حاجه حلوه على فكره انا وبقى كده حلو انا عارفه هو انا مش وشي بصراحه ايه الكلمه اللي اولها به واخرها كاف ايه ايه الكلمه اللي اولها به واخرها كاف بكرهك انا انت هتقول لي بحبك بكرهك لا انا ممكن اقول لك حاجه تانية ايه بفتيك والله والله لو انت معجبه بيا تشوتيني ازاي بص انا ما بشقطش انا يعني الناس اللي بتحاول تكلمني كان انا اشوط دي لا ما انت ممكن تعجبها لما اللي بيعجب بحد بيختلف شويه عن حد يكون معجب بيه بلاقيه هو اللي جاي بره هو اللي جاي؟ أنا هو اللي قلت لك؟ اه كدابة 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 يا حبيشة